الو، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، طيب، حياك الله، اتفضل. والله يا شيخ وليد هسه اقتنعت وافتهمت. يعني الرضاع اشرح لي شلون، بس يعني صوتك الرضاع مقطع. حسب الثدي او الرضاع الكبير. شيخ وليد تسمعني؟ ايوه اسمعك، تفضل. الرضاع الكبير يعني تشرح لي رضاع الكبير يا جماعة هو كان حالة خاصة بسالم، والسيدة عائشة رأيتها أنها حالة عامة، نعم. حالة عامة. والرضاع ليس بالثدي. ليه الرضاع ليس بالثدي؟ لأن في وسيلة تانية غير الثدي. تمام، يعني نعم. أديك مثال، أديك مثال. قديما كانوا نعم. عشان يولعوا نار يجيبوا خشبة ويقعدوا يحكوا الخشبتين في بعض، صح؟ عشان يولعوا نار. دلوقتي عندنا الولاعة وعندنا الكبريت وعندنا كل حاجة، صح؟ هل أنا أسيب الكبريت نعم. والحاجات دي كلها وأرجع للعصر القديم عشان أقعد أولع بالأمور الصعبة دي؟ طب ما هي سهلة. اللي يخلي المرأة تطلع ثدييها وترضع واحد كان غريب عليها، طب ما هي خلصت. وبعدين ده مش مشبعة، يعني مش رضعة مشبعة، هي مجرد بس تحليل، يعني شيء للتحليل. زي بالظبط إيه كده، أنا بشبهها زي ما حضرتك كده، الراجل بيبقى فرحان جدا 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 وهو رايح يدي بنته لواحد غريب عشان يدخل بيها، وبيبقى فرحان. طب الشرع حللها بإيه؟ حللها بكلمتين، حللها بكلمتين. فالشرع وضع المسألة ديت، يعني وضع الطريقة ديت للتحليل، لتحليل الأمر ده. طب إيه هي بقى العاقبة بعد نعم. كده؟ يعني هو الطفل دوت، الطفل دوت، بص يا سيدي، الطفل ده سواء رضع من الثدي او سواء رضع من الاناء، ايه هو هيحصل؟ ايه؟ ان هو هيبقى زي ابنها، هيبقى زي ابنها. يعني لا ينفع، معلش، يعني لا ينفع يجامحها ولا ينفع يديها بوسه كراجل اجنبي عنها، ولا ينفع يبص لها بشهوه، ولا ينفع تبص له بشهوة. يبقى هي زي أمه بالظبط، أمه بالظبط، نعم. واخدني بالك؟ طب نروح للقصة التانية، قصة المتعة. لا، ده المتعة فيها كل حاجة، المتعة فيها كل حاجة، نعم ينظر فيها لها بشهوة، يقبلها بشهوة، يعمل فيها كل حاجة. طب ليه انتوا جيتوا على ديت وفي اللي وقت هي أساسا بقت أمه وما يقدر ينظر لها بشهوة ولا هي نعم تقدر تنظر له بشهوة؟ ويبقى حرام عليهم لو نظرت له بشهوة، زي الأم بالظبط حرام عليك لو نظرت لها بشهوة أو نظرت لأختك بشهوة. ليه جم وقفوا على ديت وما بلعوهاش، ووقفوا على الناحية التانية وبلعوها، اللي هي المتعة اللي فيها كل حاجة؟ هي المتعة دي نعم مش هي بتتضمن الإرضاع، هي المتعة تتضمن الإرضاع ولا ما تتضمن الإرضاع؟ تتضمن الإرضاع. يعني سابوا الصورة الكبرى دي اللي داخل فيها الإرضاع، ومسكوا في مسألة الإرضاع اللي ممكن بالإناء. طب سبحان الله. نعم يعني هسه زوجتي لي رضع الطفل مثلا، زوجتك أكيد لو راح رضعت أرضع طفل غريب بالبطيء. عنها يبقى محرم عليها. نعم هنا إشكال، يعني إشكال لو زوجتك هي رضعت، حسب الإناء. زوجتك رضعت حتى لو رضعت بإناء محرم عليها، نعم محرم عليها صحيح، محرم عليها. تمام، طيب، جميل أوي. يعني معناها محرم ما عليها وينفع يحرم عليها بإناء. ينفع يحرم عليها بإناء. طب ايه الفرق ما بين الطفل الصغير اللي حرم عليها بإناء والطفل ده هيكبر؟ الله أكبر، سبحان الله، نعم والله خطر في بالي حاجة، هو سبحان الله. ايه هي؟ طعم من الإنسان.
لا طعم لا شديد. لا لا، هقول لك انا، اقول لك ايه الفرق بين ان المرأة ترضع طفل صغير ثم يحرم عليها بعد كده، يعني الواد ده هيكبر ويطلع له شنب ويطلع له لحية ويحرم عليها، صح؟ كيف يعني يحرم عليه؟ ايوه، ما هو الطفل الصغير ده اللي هي رضعته من ثدييها كان صغير، نعم ولما يكبر هيطلع صغير. عليها هتبقى زي امه بالظبط، وامه هي بقت امه، نعم تمام؟ فما ينفع يعمل معاه اي حاجه ولا ينظر بلا بشاوة ولا باي حاجه. طب جميل، خلاص. ايه الفرق ما بينه خلاص وما يا بين بعد. ايه الفرق ما بينه وما بين الطفل الكبير، يعني ما بينه وما بين الشاب الكبير؟ لو رضع باناء، ما هي هي، يعني ده كبر وطلع له لحيه وهيشوف الام ديت اللي هي رضعته سواء بالثدي او بالاناء، والتاني ده برضه هيشوفها، التاني ده هيشوفها بعد كده. هي القصة كلها في ايه؟ في ارضاع الثدي ولا اناء لما يكبر، يعني الكبير ده ثدي ولا اناء؟ اناء، يبقى خلصت، إناء يعني شيء أكيد. بس يبقى خلصت. نعم حبس. الله المستعان، وربنا الهادي. والله العظيم يعني كنت يعني كبير كبير يعني هي كبير قصة كلها، كبير هي يعني قصة كلها طريقة للتحليل، زي ما العقد طريقة للتحليل، وتبقى انت كأب مودي بنتك وفرحان وعمال تزقطط وترقص في الفرح، وفي الاخر موديها الراجل الغريب عشان يدخل عليها، هي بس طريقة، بس اللي هي صيغة العقد، فدي طريقة برضو لتحليل امر، تمام؟ وبعدين انا بالذكاء طالما عندي ان الاناء يكفي، يبقى ليه المرأة ترضع بثدييها؟ يعني ليه؟ إذا كان أساسا يكفي خلاص، يعني إذا كانت رضعة الإناء تكفي، ليه هترضعه بالثدي؟ فالمسألة بسيطة، مش محتاج يعني. والله المستعان. يلا خير إن شاء الله. شكرا شيخ وليد، شكرا، بارك الله بك. اتفضل. سبحان الله، يعني إحنا مش هنيجي جنب المرأة الشيعية، ولكن أنا عايز أطرح بس سؤال على الشيعي المنصف اللي عايز يوصل للحق. الشيعي ما له عدة، الشيعي ما له عدة، تمام؟ يعني الشيعي ممكن في اليوم والعياذ بالله يتمتع بمئة امرأة، الشيعي ما له عدة، الراجل ما له عدة يتمتع بمئة امرأة، فديت الشيعة أكلوها وشربوها وكرعوا بيبسي كمان، يعني شربوا بعديها بيبسي، مع إن المتعة زي الزواج بالظبط، يعني المتعة زي الزواج بالظبط، اللي بيحصل في الزواج بيحصل فيها، لكن وقفت في زورهم، وقفت في زورهم اللي هي مسألة إرضاع الكبير، وقفت في زورهم مسألة إرضاع الكبير، لكن دي ما وقفت في زورهم، لكن التانية دي وقفت في زورهم.